برغم الأوجاع التي تعيشها هذه المدينة، تظل هناك مساحة أخرى للحياة بعيداً عن الحر، ولو في شهر رمضان الذي لم تحترمه الميليشيا وتوقف قصف الأحياء. هنا قصة أخرى عنوانها التآلف في ليالي هذا الشهر، التي تبدو كمناسبة لنقل ما يمكن أن نطلق عليها عدوى الرحمة بين الناس، حيث تتمثل في موائد الإفطار الجماعي التي انتشرت بهذه الساحات المفتوحة. المؤسسات الخيرية والمبادرات الخيرية في مدينة تعز لا تألو جهدا على تقديم العون للمحتاجين في ظل ما نحن نعانيه. اليوم مؤسسة فجر الأمل الخيرية تنفذ مشروع إفطار الصائم بالوجبات الجاهزة لأكثر من 5 مديريات في محافظة تعز. المستفيدين من هذا المشروع أكثر من 24 ألف مستفيد من هذا المشروع. نفذ المشروع في الشوارع وفي المساجد وفي المستشفيات وفي كثير من الأماكن العامة. لم يقتصر الدور هنا على المؤسسات الخيرية في إفطار مجاميع الصائمين في المساجد والساحات العامة. هناك أيضاً مقهى كهذا الذي يتوسط المدينة، إذ يتحول مع لحظات الإفطار إلى سفرة طعام يومية يجتمع حولها البسطاء من الناس. فضل الله، مقهى سكاينت يفتح هذه السفرة كل يوم في شهر رمضان في الفطور والعشاء، بل وهناك سحور. تخفف هذه الطريقة ولو قليلاً من أوجاع البعض في المدينة المحاصرة، التي يستمر أبناؤها يبتكرون كل يوم طريقة جديدة للتغلب على أوجاعهم وإن تفاقمت في شهر رمضان. يجد الصائمون في هذه المدينة من يلتفت إليهم ويتشاركون معه لحظات الإفطار رغم كل الظروف، لكن حتى اللحظة لم تجد المدينة من يساهم في إنقاذها وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعيداً عن الحرب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.